من العاصمة الإسبانية مدريد تنضم إلينا مراسلتنا شيماء بكر، ومن مرسيليا في فرنسا ينضم إلينا مراسلنا خالد شقير. أرحب بكما. البداية ستكون مع السيناريو الذي فيه قدر كبير من القتامة في مدريد. شيماء بكر، شيماء، كيف تبدو الصورة والأوضاع؟ يبدو أن هناك خشية حقيقية من أن تتحول إسبانيا إلى النموذج الإيطالي. بالفعل منذ الأسبوع الماضي تحولت إسبانيا إلى النموذج الإيطالي، فعناوين الصحف الإيطالية خلال الأسبوعين الماضيين كانت أصبحت هي عناوين الصحف الآن في الإعلام الإسباني والتلفزيون الإسباني. للأسف صباح اليوم أعلنت مدريد بكل مراكزها، مراكز العناية المركزة والمستشفيات والمستشفيات الميدانية، أنها للأسف لن يمكن أن تستقبل أي حالات أخرى لمرضى فيروس كورونا والتي تحتاج إلى الدخول إلى العناية المركزة. طبعا خبر مؤلم جدا، ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من وضع أي مستشفيات أو سرائر أخرى في أماكن حول مدريد. في نفس التوقيت، طيب شيماء، يعني هذه النقطة تحديدا، مسألة عجز المستشفيات أو القطاع الصحي في إسبانيا عن استقبال مزيد من المصابين بفيروس كورونا، يطرح سؤال حول المعايير أو الأسس التي على أساسها تحدد إسبانيا أعداد الإصابات بفيروس كورونا إذا كانت المستشفيات لم تعد قادرة على تحمل المزيد. كانت هناك فعلا في بداية الأمر كان هناك بعض التقديرات، لكنها الأمر أصبح خارج الأيدي بعد أن تخطت الأعداد المتوقعة من الإصابات ومن الوفيات. أيضا لم تكن هناك إجراءات جديدة، شارك الجيش القوات المسلحة مع الشرطة في بناء أكبر مستشفى، 2 من المستشفيات الميدانية لاستقبال الحالات، ولكن هذه المستشفيات تم امتلائها على أعينها، منها مثلا مركز المؤتمرات الأكبر في إسبانيا وهو مركز إفيما، والذي تم تحويله من مركز مؤتمرات إلى مستشفى ميداني يسع 5500 سرير، ولكن للأسف لم تكن هناك أي اتساع لأماكن أخرى لاستقبال أي مرضى. وللأسف أيضا أن إسبانيا أغلقت كل مدينة على حدة، يعني هناك إسبانيا تحتوي على 28 مقاطعة من المقاطعات الإسبانية، كل مقاطعة أغلقت على نفسها بعدم الخروج والدخول وإغلاق الحدود البرية، ولا يمكن أن تكون هناك استيعاب لمستشفيات أخرى. حيث أيضا هناك مدينة تدعى مدينة سوريا، وهي مدينة تبعد عن مدريد 220 كيلو، خرج عمدة المدينة صباح اليوم وقال أن المدينة لا يمكنها أن تنتظر 24 ساعة أخرى حتى يمكن إمدادها بالمواد الصحية. نعم. لأن هناك عجز كبير جدا داخل المستشفيات في هذه المدينة.